ووجه الاستدلال بالحديث إشارة عائشة رضي الله عنها، أشارت برأسها أي نعم، فأجابت السائلة وهي في الصلاة، وذلك يدل أيضا على أن الفعل اليسير في الصلاة وهو الفعل الذي لا يوهم إعراضا عنها لا يبطلها. فالصلاة الأقوال فيها شديدة والأفعال فيها دون ذلك، فإذا تنحنح فيها الإنسان لقصد إفهام آخر أو تكلم رفع قوله بكلمة من القراءة يريد بها إجابة سائل فهذا يبطل الصلاة، لأنه محاورة مع الآدميين وهو في لقاء مع الله جل جلاله. ولا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه وقال يا ابن آدم إلى من تلتفت أنا خير مما التفت إليه. والفعل دون ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة تقدم وتأخر، وأيضا كان يحمل الجارية إذا قام حملها، فإذا ركع وضعها، فإذا قام حملها، فإذا سجد وضعها. وأيضا لما جاء الحسين وأمامة فركب على ظهره وهو ساجد أطال لهما السجود وقال نعم الجمل جملكما بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وكذلك تقدم عندما طرق ابن مسعود للباب، تقدم ففتح له الباب، فدل ذلك على أن الفعل اليسير في الصلاة لا يبطلها، وضابطه أنه الذي لا يخيل الإعراض عن الصلاة. لا يخيل الإعراض معناه لا يوهم أنك معرض على الصلاة وقد خرجت منها. أما الفعل الذي يخيل الإعراض عن الصلاة كمن أدخل يده في جيبه وأخرج نقوده وجعل يعدها، من رآه يعرف أنه ليس في الصلاة، هذا يخيل الإعراض عن الصلاة وهذا مبطل. وعند الحنبية أن الفعل إذا وصل إلى ثلاث فإنه مبطل كثلاث حكات، إذا حك الإنسان ثلاث حكات. واختلف هل الحكة هي الذهاب والإياب أو الذهاب حكة والإياب حكة، فالمهم أنه فعل. وقال ابن أبو بكر بن قال أقصد أبو عمر بن عبد البر رحمه الله إبطال الصلاة بالأفعال من باب الاستحسان فلم يرد عليه نص، لما هو من باب الاستحسان يعني مما عرف بأدلة أخرى غير النص، فلم يرد نص صريح ببطلان الصلاة بفعل من الأفعال، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم الأعرابي فيها أعطسة فقال يا ذكر أمياه ما لكم، قال ما لكم لا تشمتونني، فضربوا أفخاذهم وقلت يا ذكر أمياه ما لكم تسكتونني تصمتونني. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الناس، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. والله تعالى يقول وقوموا لله قانتين، والقنوت هنا بمعنى السكوت، والمقصود به عدم الكلام في كلام المخلوقين، ولا ينافي ذلك القراءة والدعاء والذكر، فهذا ليس مناف للسكوت، لأن المقصود السكوت عن كلام المخلوقين وخطابه. وعائشة رضي الله عنها أشارت لأسماء فأفهمتها وأيضا سبحت بها. هذا التسبيح أيضا لا حرج به، لأنه أصلا ذكر والصلاة موضع له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نابه شيء في صلاته فليسبح، فأمر من نابه شيء في صلاته أي من عرض له شيء في صلاته أيا كان، سواء تعلق بالصلاة كما إذا سهى الإمام، أو تعلق بشخص خيف عليه أو خيف منه فينبه عليه، فذلك سنته أن يسبح، من نابه شيء في صلاته فليسبح. وقال إنما التصفيح للنساء، والتصفيح هو التصفيق، وجعله للنساء هنا، فاختلف هل معنى هذا أن المرأة إذا نابها شيء في صلاتها لم تسبح وإنما تصفق أو تضرب فخذها حتى يسمع الصوت، أو أن المقصود أن التصفيح أصلا التصفيق ليس من شأن الرجال وإنما هو للنساء في المناسبات والأعراس ونحو ذلك، فلا يكون ذلك إرشادا للنساء للتصفيح.
وهذا الذي يترجح لي أن دلالة من شاملة للرجال والنساء، لأنه قال من نابه شيء في صلاته فليسبح، فشمل ذلك الرجال والنساء، وكان هذا بمثابة النهي عن التصفيح مطلقا في الصلاة للرجال والنساء، وبين أنه للنساء في غير الصلاة، هو أصلا من شأنهن.